بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. كل الناس بتقول يا رب. ده الهتاف اللي بكرة إن شاء الله أو يوم الجمعة، كلنا بنفسنا الحقيقة إن المباراة تبقى بكرة قبل بعد بكرة كمان، لكن كل الناس بتقول يا رب. ده الهتاف اللي هيبدأ بيه دائما جمهور مصر إن شاء الله في مباراتهم المهمة جدا 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 إن شاء الله يوم الجمعة القادم. الناس كلها بتنتظر هذا الحدث التاريخي والمواجهة التاريخية أمام السنغال، استاد القاهرة الساعة 9:30. كل شوية هنقول لحضراتكم هذا الكلام في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها في قطر. وزي ما قلت لحضراتكم، الكل ينتظر هذه الساعة. إيه اللي هيحصل يوم الماتش؟ محدش عارف. إيه اللي هيحصل؟ مين اللي هيلعب؟ يلعب اللي يلعب. هنتكلم وهنقول لحضراتكم وجهات النظر الفنية المختلفة، ومين يلعب باك يمين ومين يلعب باك شمال، ومين يلعب ورا ومين يلعب قدام، ومين اللي يهاجم ومين اللي يدافع. وهنقول لك وكل الكلام ده يعني هنتكلم فيه واتكلمنا فيه خلال الأسبوع اللي فات وهنتكلم فيه النهاردة أكتر وأكتر. ولكن في النهاية احنا عارفين ومتأكدين وكلنا ثقة في ربنا وفي لعيبة ورجالتنا ان احنا نقدر نكسب هذه المباراة، ان احنا نقدر او تقدروا تفرحونا ان شاء الله بإذن الله يكون التأهل حليف منتخب مصر. الفوز على السنغال مش حاجة سهلة بالمناسبة، يعني هي حاجة صعبة جدا ولكنها غير مستحيلة. ودائما المنتخب المصري يفعل المستحيل، فما بالكم الغير مستحيل؟ أقدر أعمله. سهل جدا مش سهل، اقدر اعمله. هتعب نفسي وهبقى تعبان وهجري اكتر وهجتهد اكتر وهدافع اكتر وهاجم اكتر، هعمل كل حاجه بزياده، ولكن في النهايه مصر تستحق مننا. كلنا كمصريين بجد والله يا جماعه، وانا كل يوم هقول لحضراتكم هذا الكلام طوال هذا الاسبوع والاسبوع القادم. انا النهارده او كل يوم بقالي يومين ثلاثة بيبقى عندي مشاوير خارجية كثيرة جدا، فبطلع وبروح وباجي، محدش بيتكلم غير على المباراة. محدش بيتكلم غير مصر هتكسب مين؟ مصر لما تلعب السنغال هل هتكسب؟ زي ما قلت لحضراتكم في فايبس طالعة كده من الناس اللي ماشية في الشارع، من أهل مصر اللي جايين من كل مناطق في مصر، من كل مناطقها. الناس دي قد ايه مستنيه هذه المباراه، اللي هيتفرج عليه في بيتهم، اللي هيتفرج عليه في الاستاد، اللي هيتفرج عليه عند اصحابه، اللي هيتفرج عليه في القهوه، اللي هيتفرج عليه هنا. الناس كلها تنتظر. على السوشيال ميديا دور مهم جدا 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 خلال الساعات المقبله. وخلي بال حضراتكم قنوات اون سبورتس زايعه هذه المباراه، وبالتالي خدمه مميزه لكل الجماهير المصريه. زمان كنا بنتعب، حضرتك كنت قاعد وحاطط مفيش بطيخ اليومين دول، وحاطط اللب والسوداني جنبك وقاعد تتفرج على مصر. شجع، حط علم مصر جنبك وشجع. صدقني هات ولادك، لو انت اللي في البيت وقاعد في البيت بتتفرج، هات ولادك، انت ولادك الواحد او الاثنين، اقعد واتفرجوا وشجعوا بلدكم. هيوصل، هيوصل منين يا عم اسلام؟ الفايبس كده في حاجه بتوصل للاعبين المصريين. من امتى؟ بقالنا قد ايه ما لعبناش في استاد القاهره 70-80 ألف متفرج؟ بقالنا 70 سنه ما لعبناش في 70-80 ألف متفرج. فالحقيقه كمان طبعا ولادك دول انت بتزرع فيهم الوطنيه لما يشوفوك بتعمل كده وبتتحمس. وانا عندي بنحط علم مصر في مكان وبنقعد كلنا في هذا المكان، بنعمل اتموسفير للمجموعه او جو لبلدي، جو للبلد، جو لتشجيع البلد. اللي هيروح الاستاد يروح من بدري ويقعد ويستنى، وزي ما قلنا لحضراتكم النصايح اللي بتتقال، ما حدش يشجع من بدري، ما تروحش من الساعه 2 تشجع، روح كل ساعتين ثلاثه كده. اللي بيروح الساعه 2 يشجع 10 دقائق ولا حاجه، وبعد كده ريح لك ساعتين ثلاثة، يعني سخن كأنك بتسخن كده صوتك، وبعدين اقعد ساعتين ثلاثة، وبعدين 10 دقايق كده كمان، لغاية لما المنتخب في الغالب حراس مرمى منتخبنا الوطني اللي بينزلوا الأول، وبينزل معاهم نفس التوقيت حراس مرمى المنتخب السنغالي. هو ده الوقت الذي يجب أن يكون هناك التشجيع، إن أنت ترجرج الأرض أهو، تقعد تعمل كده
زي ما كنا بنسمع. انا بقول لحضراتكم تجربه يعني حصلت معايا، تجربه شخصيه يعني. الخبط ده اهو اللي حضراتكم سامعينه لما بيتخبط في الاستاد، لا الموضوع مختلف اهو اهو كده. ده دي مختلفه، الرجه دي تخوف اي حد، مش منتخب السنغال بس، تخوف اي حد. حضرتك العامل الاساسي ال 60 70 الف ولا ال 64 الف وشويه اللي موجودين على قلب رجل واحد، ان شاء الله هنكسب وما فيهاش كلام. الخبط اللي بقول لحضراتكم عليه ده ايه يا عم اسلام؟ تخش هتقول لنا الخبط؟ ايوه الخبط ده انا حسيته كان بيضرب في دماغي، بيفوقني. لو انا مش حاسس لا كان بيفوقني، وبيربك الفرق المنافسه. فنعمل كده، نشجع بلدنا، نقف ورا بلدنا.